المادة الفيلمية اللي شفناها دلوقتي، وطبعا كل الشكر لكابتن حازم إمام على التوعية وعلى إنه يخاطب الشباب، لأنه قصة الهجرة غير الشرعية كانت هم كبير بتواجه الدولة المصرية، واشتغلت البلد على إنها تواجه المسألة دي، وإنه ما يبقاش الحل أبدا والحل السهل للشاب ويبقى ثمنه غالي، ثمنه لا قدر الله حياتك. قعدنا سنين بنشتغل في تشريعات، ونبقى عندنا اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، شفنا إشادات من المجتمع الأوروبي أو من دول أوروبية بأن مصر نجحت لحد كبير جدا القضاء على هذه الظاهرة، وأنه ما خرجش من مصر من 2016 لغاية يعني لغاية بقى الواقعة اللي هكلم حضراتكم عنها دي مركب هجرة واحد غير شرعي. لكن لما تفاجئنا بالقصة اللي حصلت في قرية تلبانة، وطبعا يعني الشباب الكتير اللي مات نتيجة لهذه المسألة وسمسرة الهجرة غير الشرعية، وطبعا يوعدوهم بأحلام وردية ومستقبل كبير قدامهم وفي انتظارهم، لكن المصير مجهول وشفنا اللي حصل. في المقابل انه في بدائل وشغل ومشروعات قومية وحاجات كتيرة بتوفرها البلد. طب ايه اللي احنا محتاجينه؟ ايه اللي لازم نشتغل عليه اكتر؟ ايه مسؤولية الشباب ومسؤولية الاهالي؟ ازاي نوعي اكتر؟ هل في تقصير في المسألة دي، ولا الأحلام السريعة هي اللي بتخلي الشباب يقعوا ضحية لهؤلاء السماسرة ويقدموا روحهم يعني بلا مقابل. معانا النهارده في الحياه اليوم، وبجد ترحيبي بيها لانها كانت موجوده معانا في مداخله سريعه امبارح، بس قلنا طبعا لخطوره هذا الملف واهميته لانه متعلق بحياه المواطنين، هنفرد هذه الفقره مع معالي السفيره نائله جبر رئيس اللجنه الوطنيه لمكافحه الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر. برحب بحضرتك معانا معالي السفيره. اهلا وسهلا. حضرتك قلتي لي امبارح موضوع مؤسف جدا ويعني احزننا جميعا، لكن لازم نتكلم فيه ونواجه بعضنا، نشوف بالزبط. برضو نحل القصه دي ازاي، وازاي نفضل شغالين على قصه التوعيه. شايفه حضرتك الملف ده مع بدايه شغلنا فيه لغايه النهارده، بتقيمي ازاي؟ بقيمه ايجابي. ليه؟ لان احنا ابتدينا نشتغل ده مع دكتور ببلاوي أما كان رئيس وزراء. أيوة. هو له الفضل في إنشاء لجنة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. فدي أول حاجة من سنة 2014، بعدين عملنا القانون، بعدين اندمجت اللجنة مع لجنة مكافحة الإتجار في البشر، ودي رؤية مظبوطة لأن المهاجر معرض للإتجار وللاستغلال. اشتغلنا كويس. ليه إيجابيا؟ لأن عندك كل دعائم العمل الجاد اللي باني، عندك جانب مؤسسي، عندك لجنة وطنية، وده شيء خارج مصر الناس بتقدره جدا، لأن عندك آلية تنسيقية بين كل الأطراف الفاعلة في مواجهة الموضوع. عندك جانب تشريعي، قانون رادع إن شاء الله يتم معاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة وفقا للقانون أو القانون في منطقة الشرق الأوسط. بعد كده عندك دراسات عملناها، عندك خريطة بتوري ما هي المحافظات الأكثر تصديرا. ده مش من النهاردة ولا من امبارح، ده موجود. حملة حازم إمام دي من سنة 2016-2017. احنا عندنا حاجات بس بنعيدها لأنها جيدة وبنذكر الشباب بيها. فإحنا شغالين بطريقة منتظمة ومستمرة، في استمرارية في العمل، ده شيء جيد، ولا نتوقف ولا نكل. عندك كمان غير الدراسات وغير الخريطة، عندك استراتيجية وخطط عمل. نعم. آخر واحدة قدمناها رئيس الوزراء 2021-2023. كل ده بيوري أن في دولة جادة بالنسبة لهذا التحرك لمواجهة هذه الجريمة. فنستطيع بكل هدوء وثقة نقول إحنا يعني في عمل جد اتعمل وهيستمر. تفسيرك للحادثه الاخيره دي محتاجه ان احنا نعيد التذكره او نشدد على قضيه الوعي، نعمل ايه؟ الحادثه اللي حصلت طبعا ماساه، بنعزي الاهالي زي ما قلنا امبارح، ولكن هي عظه للشباب. عظه وللاهالي. يعني عندكم دوله مهتمه بيكم، بتشجع دلوقتي التعليم الفني، هل يصح ان الناس
كانوا بيكلموني النهارده من المنطقه يقولوا لي ان في منهم واخدين تعليم فني. طب ليه مستعجلين؟ انا مع الشباب وطول عمري بشتغل مع الشباب وبشجعه، لكن ما تستعجلش. والتعليم الفني فرصته في مصر اكبر في الشغل دلوقتي كمان، حتى لو كانت العائد المادي مش بقدر العائد المادي اللي ممكن يجي من الخارج، لكن في نوع من الامان والامن والاحترام والحياه في وطنك بين اهلك ولا تتعرض للتهلكه. هل تفتكري حضرتك لما يوصل هناك والمسار وسط المتوسط هو من خلال دول شقيقه؟ بلاش نقول الاسماء عشان ما حدش يزعل، لكن هو مش ما كانش من مصر، لكن من دول شقيقه. هيطلع على ايطاليا، ايطاليا في اتفاقيه بيننا وبينها، الدوله الوحيده اللي في اتفاقيه، يعني هيرجعوا يتمسكوا او تبقى ملاحق بقى، يا ملاحق لكن هترجع، هيتم ارجاعك الى مصر. فبتروح فين بقى؟ ودلوقتي في ظل الكورونا الدول مش مستحملة، انها تستقبل ناس جدد. اما عن الهجرة الشرعية فده طبعا شغل ومنديت وصلاحيات وزارة الدولة للهجرة بحالها موجودة عشان تبحث عن فرص الهجرة الشرعية للمواطنين، وهم بيحاولوا انهم يجدوا انواع من الهجرة، هجرة موسمية، هجرة دوارة او فرص عمل. القوى العامله ايضا بتحاول عن طريق المستشارين العماليين، ولكن لازم ان احنا نصبر، ولازم ان احنا نجد الفرص المتاحه في مصر نبحث عنها. ضربت لحضرتك مثلا امبارح لما كنا بنتكلم في الحادثه دي، انه حتى اشقائنا في عدد من الدول العربيه اللي عندهم ازمات، مصر قالت مش هسيبهم في البحر، يعني مش هسيبهم يرموا نفسهم، لا هنستضيفهم ويكونوا عندنا معززين ومكرمين وضيوف مصر مش لاجئين او وما الى اخره، وبداوا بالفعل. وحضرتك قلتي اشتغلوا وعملوا حاجه وعملوا مشاريع وعايشين والدنيا تمام. هنا بقى قصه اني افتح الباب قدام الشاب، انه ما بالك احنا بنعمل كده مع جيراننا وضيوفنا، ما بالك مع الشباب المصري. بالزبط. هنا مشروعات شغل يبتدي ازاي، يعمل ايه؟ يمكن حضرتك جايبه لي نموذج لحاجات يدويه ومشروعات لشباب صغير بس بيفكر وعنده عزيمه وعنده اراده انه يعمل حاجه في بلده. بالزبط. ويبتدي. تمام، دي نموذج من الحاجات اللي احنا بنشجعها. جميله. صاحبه المشروع ده اخذت جايزه من السيد رئيس الجمهوريه اظن من سنتين. بدار. ده شغل الوادي الجديد، الموتيف بتاع الوادي الجديد، وده طبعا بيجد اقبال كبير جدا، ليس فقط طبعا من المصريين، كمان من الاجانب، وده حاز اعجاب كبير. ايضا ده شغل العريش، وده ماسك كمان. أيوة. كورونا بس بقى ايه، بشغل لطيف عملناه من سيدات العريش. حضرتك لو تعلمي ان لما احد قرى العريش تعرضت لحادث ارهابي، احنا ساعدنا سيدات العريش انهم يعملوا شنط ايباد، ده لايق مع لبس حضرتك. جميل. جميل قوي. والله انا كمان اهو الحمد لله. دول ستات العريش، دي جمعيات بتشتغل. فده قد يبدو ان دي حلول بسيطه، قد تبدو ساذجه، لا مش ساذجه، انت بتشغلي ايدي عامله. بتشغلي ايدي عامله. الدعوه بتاعتنا اللي عملناها وبعض الوزارات كمان تبنتها، اشتري مصري. النهارده لازم نقول كده، لازم نقول اشتري مصري، مش لاننا ضد التجاره الدوليه. انا كنت ممثله مصر في مفاوضات وايام ما كنت سفيره في جنيف، وعارفه يعني ايه حريه التجاره، ولكن اليوم احنا علينا ان احنا نشجع المنتج المصري. فبالتالي بتشجع الشباب وتوفر لهم فرص عمل وبتحميهم. اي واحد بيشتغل ورشه صغيره، شوف بيشغل كام ايدي عامله، فده واجبنا اليوم. ده احنا وصلنا يا فندم ان احنا بنستورد ورد، كنا ما اعرفش دلوقتي الحال ايه، لكن يعني حرام يعني دوله زي مصر ندفع اموال. طبعا في حاجات، في ادويه نجيب، مستلزمات انتاج نجيب، لكن في حاجات رفاهيه نقدر نعملها احنا من المنتج المصري، فده واجب علينا
واجب وطني. أنا شايفة أنه واجب وطني. طب محور تاني معناه باللجنة هو الإتجار بالبشر. أيوة. وهنا نتكلم برضو عن أن مصر الفترة من الفترات كانت دولة ترانزيت بالنسبة للأفارقة والكلام ده كله والعصابات والتهريب والحاجات. أيوة. إيه برضو طبيعة الشغل اللي احنا عملناه في القصة دي ودور الاتحادات المختلفة، الاتحاد الأفريقي أو غيره من المنظمات المعنية في يعني مساعدة مصر أو التنسيق معاه؟ شوفي حضرتك، مصر تحولت إلى دولة مقصد. لأن عندك دلوقتي 6 مليون أجنبي عايشين في مصر، ما بين لاجئ، ما بين أخوة سودانيين، ما بين ناس هجرة غير شرعية، وإحنا كنا الدولة يمكن الوحيدة في العالم اللي ما قامتش بإقصاء الناس أثناء جائحة كورونا، والناس استمرت قاعدة وبتشتغل، ولا المتاجرة بيهم ولا دفع ولا. بالنسبة للمتاجرة فيهم بقى، إن الأخوة الأفارقة اللي بيجوا من جنوب القارة عشان عايزين يطلعوا على جنوب المتوسط بيحصل لهم عمليات إتجار واستغلال، وإحنا بنشتغل مع الداخلية الإيطالية ومع منظمة دولية للهجرة الاي او ام عشان نوعي الأخوة الأفارقة بمخاطر الهجرة غير الشرعية. لو تبصي حضرتك لهذه النماذج، معرفش الكاميرا تقدر تيجي عليها ازاي كده، الكاميرا ممكن تجيبها. ايوه ودي طبعا لا ما لحقتش الكاميرا يا دكتور. طيب حاضر. طب اديها لي انا حضرتك. اتفضلي حضرتك. ودي بلغه محليه امهريه اعتقد. ده بقى المقصود منه انه يعني بيروح لمين؟ ليهم هم ليهم نفسهم؟ هم ليهم دي احترافات وقبلوا انهم يقولوها ووشهم مفتوح للكاميرا، ودي حاجه ما بتحصلش. دي بلغات محليه، اظن ده الامهري، ده باللغه العربيه. احنا عاملينها باللغات الاربعه الرسميه للاتحاد الافريقي، اللغه العربيه، الفرنسيه، الانجليزيه والبرتغاليه. دي اللغات المحليه. اللغه العربيه قد تحلم بالوصول لاوروبا او الى اي بلد بالعالم، ولكن هذا الحلم يمكن ان يؤدي الى الموت في تلك الرحلة. في كل لحظة، كل ساعة، وكل يوم تعرض حياتك للخطر. دي يعني تجارب للشباب مروا بيها، قابلوا انهم يطلعوا ويتصوروا ويقولوا الحقيقة عشان يكونوا يقدموا رسالة لغيرهم انهم خافوا على نفسكم وشوفوا احنا حصلنا ايه. التمن حياتك. التمن حياتك معمولة بالاربع لغات بتاعت الاتحاد الافريقي ومترجمة إلى اللغات المحلية الأفريقية حتى يتم توزيعها على الشباب الأفريقي في القارة الأفريقية. لما جت لنا الخبراء اللي بتوع حقوق الإنسان الأفارقة من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كانوا سعداء جدا لما وزعنا عليهم هذه الأوراق لأننا بنشتغل عليها. هم كبير لدول أوروبا هو مسألة الهجرة غير الشرعية. أيوة. كلميني حضرتك، الاتحاد الأوروبي أو المنظمات المعنية بالمسألة دي في الدول الأوروبية إزاي شافت أو قيمت؟ كان أنا كنت بقول إن هم بيسمنوا الجهد اللي عملته مصر في مسألة الهجرة غير الشرعية. كلميني حضرتك باستفاضة أكتر عن المحور ده والتنسيق ما بيننا وما بينهم في الموضوع. طبعا أيوة، هم بيسمنوا ذلك في كل المراحل اللي أنا قلت لحضرتك عليها. بيسمنوا ان عندنا آلية وطنية تنسيقية، بيسمنوها جدا، وان هي آلية غير بيروقراطية وغير مكلفة للدولة، وده حقيقي. احنا ميزانيتنا رمزية وبنشتغل اساسا على العمل التطوعي وعلى ايضا الجهات المانحة. طب ويعني ايه بقى بعيدا عن البيروقراطية؟ يعني سير العمل يعني بيقوم على التشبيك يعني بين الوزارات، يعني بين الوزارات 30 وزارة اعضاء، دول اعضاء في اللجنة، عشان نعمل خطة العمل اللي موجودة هنا. بنبعت لكل وزارة. دي من 2000 وكام يا فندم؟ 2016-2026. دي الاستراتيجية، لكن جواها خطة العمل الجديدة اللي قدمتها للسيد رئيس الوزراء 2021-2023. كل وزارة بتبعت لنا رؤيتها ايه، فبنشتغل عليها وبنعمل اجتماعات بس مش كتير، يعني خصوصا في ظل الكورونا. فيعني انا الجلسه العامه البلينري يوم 6 ان شاء الله، لكن دي اول مره من فتره طويله، لكن بنعمل مجموعه عمل ضيقه بنقدر ان احنا ده التشبيك نتوركينج بنعتمد على ذلك، وكل وزاره من ميزانيتها العاديه بتقوم بتنفيذ
مسؤوليتها في إطار هذه الخطة، لأن هم موافقين على كده، هم ارتضوا وضعوا مسؤوليتهم إيه وارتضوها وبيقوموا بتنفيذها. وبنبعت تقرير بذلك للسيد رئيس الوزراء كل ما تخلص خطة عمل. طيب دلوقتي زي ما شفت في العنوان من 2016 ل 2026 دي كانت الاستراتيجية العامة، بس حضرتك قلت لي أنا لسه مقدمين حاجة بالنسبة للي جاي ثالث واحد. طب احنا بقى وفقا للجديد أو معطيات جديدة، ده بنغير مش الاستراتيجية، خطة العمل أو بنطور محاور، بنطور برضو الاستراتيجية، بنطورها برضو يعني في بعض حاجات بنطورها. زي او يعني إيه مثلا اللي احنا بننادي بالتعليم الفني من يوم ما انشئت اللجنه الوطنيه، احنا سعداء بالوزبه والدعم اللي عمله مجلس الوزراء ورئيس الوزراء شخصيا للتعليم الفني، فبنفسح له مكان ومجال ونركز عليه اكتر. الرقمنه ده اتجاه للدوله، بنركز على ذلك. ان انا نفسي اغير في الخريطه اللي عملناها سنه 2016 2017 اللي فيها اكتر محافظات تصديرا، فيجب نشتغل نغيرها. بمعنى ايه يعني اتراجعت او في محافظات فعلا المساله ما بقتش اتحسنت؟ الحمد لله. يعني لو كف الشيخ مش معقول بعد بركه غليون بقى حالها زي ما كان. فانا اعرف منين؟ لازم جهاز تعبئه والاحصاء يعمل لي دراسه، وده فعلا في الخطه الجديده بيانات جديده فنحدث بيها الخريطه دي. احنا محتاجين لذلك، محتاجين لارقام، كل شيء يبقى بالارقام، ده بيساعدني وبيساعد الدوله. فدي طبعا حاجة جديدة في الخطة الجديدة. وهلما جرى بالنسبة للتدريبات بنطورها أيضا، بندخل أطراف جديدة، بندخل توعية جديدة، كل ده جديد في الخطة. طب قولي لي يا فندم، التواصل الإنساني المباشر في القرى والمحافظات دي جدا، إن أنا أتكلم مع الشاب نفسه. يمكن شفنا قبل كده اللي هي مبادرات مراكب النجاة، وسيادة الوزيرة نبيلة مكرم كانت موجودة وكتير من الوزراء، بس إنه يفضل الشغل ده على طول، أفضل على طول على الأرض معاهم. شايفة ده إزاي وأهميته؟ أهميته إيه بقى؟ إحنا فكرتنا إن الحكومة عليها دورها، وإحنا كمسؤولين بنروح، وزراء بيسافروا وكده هوت، ولكن مين اللي يقدر يبقى عنده تواجد مستمر؟ المنظمات الأهلية. عشان كده أنا بشتغل كتير جدا مع المنظمات الأهلية. تحية للسيد النائب المحترم دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات، بيجمعهم لي حتى والله في ظل الكورونا، حضرهم لي، اجتمعت بيهم في القاهرة وأنا مسافرة اجتمع بيهم في الإسكندرية من قبل الحادثة الأخرانية. احنا متفقين على ذلك، حتى كنت بتكلم مع سيادة اللواء المحافظ الإسكندرية لأنه حضر معانا في مكتبة إسكندرية برضو، كانت سيمينار اتعمل عن الهجرة غير الشرعية منذ عدة أسابيع. يعني احنا ما بنوقفش وما بنتصرش، ما بننتظرش الكارثة ونبتدئ نتكلم أو نعمل اجتماعات أو نعمل السيمينارات، احنا شغالين. يعني بقول لحضرتك مكتبة الإسكندرية عملت من كذا أسبوع، وأنا رحت افتتحت مع دكتور مصطفى الفقي هذه الندوة عن الهجرة غير الشرعية والحلول المتاحة. احنا مسافرين في سبتمبر إسكندرية برضو مع المؤسسات الأهلية كلها رؤسائها، عشان يبقى زي ما بيقولوا في الإنجليزي training of trainers TOT، لأن أعلمهم أدربهم أديهم المادة العلمية يذهبوا إلى محافظاتهم وقراهم وينشروا الفكر. أنا ما أقدرش أبقى موجودة. أنت محتاجة تخاطبي الشباب بس ولا الأسر كمان؟ الأهل. شوفي وزارة الشباب حقيقي بتعمل لي في مركز الشباب وفي عدة أماكن، عملت لنا لقاءات بالشباب وكلمنا معهم. ما ينفعش أنك تكلميهم حضرتك ده خطر وممكن تموت. ساعات يرد عليكي انا ميت ميت لو انا طيب بس لازم اكلم الاسره. اليوم بقى علينا مسؤوليه، الاسره النهارده بتبكي ابنائها، فاحنا لازم نكلم الاسر ونقول لها. اكيد الاسر هتفرملهم زي ما بنقول، هتعقلهم. الشباب مستعجل، عايزه الاسر تكلمهم، اللي هو اللي هيدي الفلوس. ما هو في كتير من الامور اللي هي الاسره وتبيع تلم والكلام ده، اعمل مشروع صغير. انت بتقول انا خايف اعمل مشروع لما اقترض فوائد القرض واخش السجن،
مش احسن ما تموت؟ صح. ومين قال لك انك هتخش السجن يعني؟ ما تاخدش الفلوس وتتجوز بيهم يعني، ما في ناس عملت كده. فاهمة حضرتك يعني، اللي هو اعقلها وتوكل يعني، اقيم كل حاجه بايجابياتها وسلبياتها والمخاطر عامله ازاي. وبعدين هقول لحضرتك، في كل مره زرنا محافظه كان في ممثل للصندوق الاجتماعي، كان اسمه الصندوق الاجتماعي اللي هو جهاز تنميه المستوطنات الصغيره، ومدير الجهاز في اسكندريه هيبقى مستنينا. انا النهارده كنت بتكلم وبحضر هذا عشان يدي نماذج. طب احنا عندنا دلوقتي معالي السفيره المشروع القومي لتنميه الريف المصري. جميل. وكل الجهات وكل الوزارات والمجتمع المدني والمتطوعين هنا بقى برضو، دي فرصه ليا كلجنه اني ادخل مع الشغل يعني. بقى احنا مش بس بنهتم بمرافق وبنيه تحتيه، لكن البشر والانسان والوعي نفسه. انا مع حضرتك يعني في هذا الموضوع. انا ما تعرضش عليا، لكن انا مستعده اني لو طلب مننا ان احنا نسافر ونعمل قوافل ونروح. وعلى فكره احنا ما بنتحرك يعني، ناس بسطاء جدا في تحركنا، بناخد ميكروباص وبتعمل رحله سعيده وبنسافر وبنرجع. ما بنكلفش حد يعني. لا والله احنا حساسين قوي في المسائل الماليه جدا جدا يعني، ف قوي قوي لو قالوا لنا نشارك جدا. احنا بنشارك مع وزارات كتيره يعني، تراثنا انا شاركت فيه حتى السنه الماضيه كانوا بيتكلموا عنا بطريقه ظريفه جدا. إيه؟ الجماعه بتوع الكمامات، لان كنا عاملين كمامات وعليها الشعار بتاع لا للهجره غير الشرعيه ولا للاتجار في البشر. فكانوا الشباب بيقول لنا أنا عايز كمامة، نديله كمامة، لا طب أنا عايز كمامة لوالدتي، قلت لا والدتك تيجي بقى وأتكلم معاها. أشرح لك الكمامة دي إيه، ولو هي عايزة تيجي أتكلم معاها. فكانوا مسمينا الناس بتوع الكمامات. بس الرسالة وصلت. وصلت. بس محتاجين على طول نفكر ونذكر يعني والتأكيد عليه. للأسف مش هقدر أطلع تراثنا للأسف، يعني هروح أشجع طبعًا الحلفيين أصدقائي، لأني عايزة أطلع المحافظات. كلمة أخيرة من حضرتك يا معالي السفيرة توجهيها لمين؟ تقولي ايه؟ انا كنت بشتغل مع المنظمات الاهليه تحت الشعار قبل الكورونا مصر جميله. مصر جميله حقيقي، واحنا عارفين قيمتها. احنا ما بنتكلمش عن شعارات ولا بنتكلم عن التاريخ، لا احنا بنتكلم عن الواقع. دور وابحث هتجد فرص عمل، والا ما كانش في 6 مليون اجنبي عاشوا فيها وما فكروش انهم يتركوها. انت اولى ببلدك وبلدك اولى بيك. معالي السفيرة نبيلة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، شرفتينا ونورتينا يا معالي السفيرة. أهلا بيكي. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك يا فندم.